السلام خوتي المغاربة، اليوم غادي نكتشفوا هذا المطحنة التاريخية اللي بقات في مدينة فاس، اللي تتواجد كما باين في الصورة في حي عين قادوس. وكما تتشوف اخوتي، هذه هي المطحنة من الداخل ديالها اللي غادي ندخلوا ليها ان شاء الله ونكتشفوها جميعا. يعود اخوتي البناء ديالها سنة 1950 قبل الاستقلال المغرب، كما ان اخوتي مجاورة للسجل المحلي ديال عين قادوس. تنتمنى اخوتي اللي تشوف هذا الفيديو هذا يدعمنا في القناة، راه القناة عاد جديدة. وشكرا لكم جزيلا، وتنتمنى لكم فرجة ممتعة. وقبل ما نذكركم، كما تشوفوا مرايا راه كانت السكك الحديدية عندها حتى الباب المطحنة ديالها، كما تشوفوا في الصورة مرايا. يلا اخوتي نبداو الفيديو، فرجة ممتعة، وما تنساوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة.
سالينا الجزء الاول، دابا غادي ندوزو للجزء الثاني. واللي يعجبو الفيديو يكملو حتى الاخر ويخلي لي تعليق على هذا الامتحان، وشكرا لكم. ندوزو للجزء الثاني ان شاء الله ينال الاعجاب.
قناة عاد جديدة، ولكم جزيل الشكر، وشكرا جزيلا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم.